لدى استقبال سموه لرئيس المجلس الوطني السوداني، رحب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بكل جهد يحقق التقارب بين الدول العربية ويدعم التعاون العربي رسميا وشعبيا، منوها سموه بدور المؤسسات التشريعية في تحقيق مثل هذا التقارب والتعاون، حثا سموه على أهمية وقوف الدول العربية مع بعضها البعض والتعاضد فيما بينها في المحافل الدولية وأمام المنظمات العالمية، وأن تعمل مؤسساتها الحكومية والتشريعية بكل تنسيق ليكون التكامل العربي عنوانا لهذه المرحلة الحرجة والخطيرة التي تمر فيها بعض الدول العربية، التي أصبح فيها للأسف أبناء الوطن الواحد يتقاتلون فيما بينهم، مشددا سموه على دور المؤسسات التشريعية التي تمثل الشعوب العربية في بلورة هذا التكامل على الصعيد الشعبي، ليدفع الجانب الحكومي وفي التصدي لبعض الأصوات التي تحيد عن الحق وعن دورها الحقوقي والحيادي، وتنفذ سياسات من أجل بث روح الشقاق والتفرقة التي تمهد للفوضى في بعض الدول العربية. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم معالي البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني بجمهورية السودان الشقيقة، وذلك بحضور معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث نقل إلى سموه تحيات أخيه فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان والفريق أول بكري صالح الناب الأول لرئيس جمهورية السودان، وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والرفعة. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص مملكة البحرين على توطيد علاقات التعاون والتواصل مع السودان الشقيق وكافة الدول العربية، منوها سموه بأهمية تعزيز التعاون مع جمهورية السودان الشقيقة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، معربا سموه عن حرص مملكة البحرين على توسيع مجالات التعاون الثنائي لأفاق أرحب من شأنها أن تعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين. وأشاد سموه بمواقف جمهورية السودان الشقيقة برئاسة فخامة الرئيس عمر البشير تجاه مملكة البحرين، والتي تؤكد ما يجمع البلدين من علاقات وثيقة، وعلى دعم السودان لكل ما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع رئيس المجلس الوطني السوداني مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث شدد سموه على أهمية تدشين صيغ جديدة للتعاون العربي تتناسب مع حجم المخاطر التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني بجمهورية السودان عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو على حفاوة الاستقبال، مشيدا بحرص سموه على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، منوها بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونماء في مختلف المجالات.